عودي معكم للمتابعة. سؤالي انه شو بتغيروا اذا سكرت بوجهكم؟ الكساندر حسنين بالنهاية ما في شيء بيستاهل نبكي عليه، طبعا بتكل على الله، الموت والرزق والمرض قدر، كل شيء من ربنا حلو، بس الظلم من الناس ما لازم نسكت عليه أبدا. معك حق سيرين دغمان، صباح الخير جوزيف، نشكر الله على كل شيء ودايما بتفائل بالخير. هدى أبو جودي، إذا كل شيء مسكر بصلي أكيد، بشوف زاوية أنا أتغير وغير موقفي أو طريقتي أو مشروعي تفتح بوجهي من شي زاوية. عندي قناعة بالحياة ما في شي بسكر إذا الله معنا. صح. جنى مجذوب، صباح الخير، إذا توكل الإنسان على الله وساعد الأيتام والفقراء الله بيفتحها بوجهه فدوى. صباح الخير، هيدا حالي، ما في إلا صلي وبستغفر وبدعي الله يفرجها عني وعن كل حياة. عليا جابر، أكيد بصلي وبدعي وبالنهاية الخيرة فيما أختاره الله لي. وقام مزاحم، صباحكم خير ومحبة، أفوض أمري إلى الله. ساندرا بصلي، ما في غير الله بيساعدنا. صباحك سعادة بلا حدود جوزيف. والألكسندرا عبير خطيب، صباح الخير، ما بفقد الأمل. سجود غلاييني، صباحك ما بغير شيء إلا تسكر إخرته بينفتح بتركه وبفل. وكتار كمان جاوبوني، انا صباحكم عسل لكلكم. بعد شوي بنقرا الكومنت الباقيين، اما هلا نحن وياكم رح نروح نشوف اللي الهواء اللي بنقوا الهواء، النباتات والشتول اللي بنقوا الهواء بارض ورد مع كندا. صباح الخير كندا. صباح النور. يعني نحن بنعرف دائما انه البلانتات بالبيت بيقللوا الاكسجين، بس لا، بلشت باشياء مش منيحه. لا بلا، بس بلاش دغري بالاشياء السلبيه. لا بس انا اقول انه في قصه بتنقي الهواء، بس انه حتى نعرف انه بنحطها ببيتنا ولا بنحطها برات بيتنا. اوكي بس هيك يعني، ولا في عم تحكي انت عن برا انا عن جنينه؟ لا عم نحكي عن بقلب البيت. بقلب البيت بعض النباتات يلي دراسات اثبتت وتحديدا جهات كثير موثوق فيها هي النازا، يلي عملت كثير دراسات على عدد من الشتول بهدف، وهيدي بلشت هالدراسات بال 1980 تقريبا، كان الهدف هو انه كيف بيقدروا بالمركبات الفضائيه يحصلوا على افضل نوعيه من الهواء يعني هالمركبات هيدي لحتى يقدروا يضاينوا اكثر. واخذوا معهم شتول ودرسوها بالفضاء بمحلات ما فيها هواء ابدا، وشافوا قديش بتقدر انه تزيد نسبه الاكسجين وقديش بتقدر انها تشيل من الترسبات الملوثه بالهواء داخل هالمركبات. وهلا رح تشوفوا الحلو فيها انه عدد كبير من هالنباتات هي نباتات بنشوفها كثير وموجوده كثير ببيوتنا. بس تجاوبك على سؤال اذا كانت مضره لانها بتسحب الاكسجين ولا لا، مزبوط، النباتات هي بنعرف نحن انه خلال النهار هي بتكون عم صحيح تكب اكسجين بالهواء وعم تسحب السي او 2 لحتى تقدر انه تفبرك هي الانسجه تبعولها. وخلال الليل بتصير مثل الانسان، مثل اي كائن حي ثاني، بتصير بتاخذ اكسجين تتنفس لانه ما عندها ضوء انها تسحبه، وبتكب سي او 2. بس اذا كان بدك تعمل شو هو الميزان تبعولها بتطلع انه انت ربحان، لانه كميه الاكسجين اللي بتكبها اكثر من الكميه اللي هي بتسحبها. هلا كمان دراسات كتير نعملت وسؤالات كتير بتنسأل إذا كان بتحط بقلب غرفة النوم بالتحديد نباتات ولا لا، لأنه أنت ونايم ما بدك أنه يكون الأكسجين عم بينقص عندك. بالأرقام كمان بتفرجي أنه إذا كان غرفة تقريبا مساحة تبعيتها 10 متر مربع، بتقدر أنك تحط فيها نبتة تكون حجمها ما بيتجاوز المتر ونص، وعرضها مع كل الوراق تبعولها شو ما كانوا رفيع او كبار، لانه حسب المساحه تبعولهم بيقدروا يسحبوا ويكبوا اكثر اكسجين وسي او 2. بس كلها سوا بتكون بين متر ونص ومتر عرض، بتكون
أقل من أصغر كائن حي ممكن أنه يأثر عليك أنت ونايم. الأزهار هي شغلة تانية، الأزهار ما لازم أنها تكون موجودة بغرف النوم خاصة، لأنه في مواد تانية بتكبها. ما بقى عم نحكي عن أكسجين وCO2، صرنا عم نحكي عن أزهار مقصوصة، وفي عندك عملية تعفن عم بتصير، في عندك مواد تانية عم تنزيد على الهواء. فإذا هيدا أكيد ما لازم تكون موجودة بالهواء. لنرجع لنباتاتنا يلي هي صار بسموها air purifying أو المنظفة للهواء، يلي هي عددها كبير، بس اليوم رح نحكي عن حوالي العشرة منها أو نتعرف على العشرة منها. قبل بس لحتى أقلكن شو هن المواد يلي درسوها بالهواء، كمان هي بعض المواد يلي تجينا من كتير اشياء موجودة حوالينا، من الدهان الطاولات، من البركة الفرنية اللي بنستعمله، البارفان، سبراي الشعر، حتى فبركة الوراق، الحبر يلي بنستعمله بنكتب عليه. وهي مواد عديدة، ابرزها خمسة يلي هي الفورمالديهايد، جزيلين، البنزين، الامونيا، والنوع كمان من البوليسيلين. هدول خمسة تون ندرس قديش كل نبتة من يلي رح نشوف تقدر انه تنقص من كميتهم. ورح بلش بالالوي فيرا يلي هي نبته حاليا كثير عم نحب انها تكون موجوده ببيوتنا، ويلي الدراسات اثبتت انه بتقدر تشيل الفورمالديهايد وبتقدر تشيل البنزين. هلا الفورمالديهايد هون عم نشوف شو هن هالعناصر هيدول مع الاشارات تبعهم يلي معطيين بحسب الدراسات. مثل ما قلت لكم هن خمسه، وكمان رح نشوف هيك على السريع لمحه عن النباتات بصوره ثانيه يلي ممكن انه تزيلها. وبتشوفوا قديش انا بس بدي اشوف الرموز يلي موجوده تحت كل نبته، وبتشوفوا انه على القليله في اثنين من هالعناصر ممكن انه نباتات بنعرفها تشيلها او تمتصها من الهواء. وهلا رح تشوفوا انه السباتيفيليوم او الزنبق الابيض او الليلي هي من اكثر النباتات يلي موجوده ببيوتنا ويلي بتشيل هالعناصر هيدي. فاذا بلشنا مع الالوي فيرا وقلت انه من النباتات يلي بتقدر انه تمتص وتسحب الفورمالديهايد والبنزين، نعرف انه الفورمالديهايد موجود اكثر شيء بكل الديترجنت، بكل المساحيق يلي موجودة بالبيوت ويلي نحنا خاصة بلبنان نستعملها كتير. فبالإضافة لأنه عندها السائل أو الجل بقلبها يلي بيقدر أنه ينظف الجروح، كمان عندها قدرة أنه تنظف الهواء يلي حوالينا. سباتيفيليوم هي تاني نبتة نحكى عنها بهالدراسات، وهي من أكثر النباتات يلي عندها هون عم نشوف الإدارة أو العربيشة يلي كمان معروفة كتير ويلي موجودة بكتير من بيوتنا من برا، وحتى بقلب البيت بنقدر انها تكون موجوده ببو. في كثير ناس بيعربشوها على الاساس او العفش اللي عندهم مثلا على مكتبه على رفوف، وبرا مثل ما قالت جوزيف. هلا هون حلوه لانه كثير بيقولوا انه هيدي النبته هي بيرفكت لكل شيء، بيوت في بقلبها حيوانات كلاب او بسينات، لانه عندها قدره انه تمتص كل الشوائب يلي او الروائح يلي هالحيوانات هيدي بتبثها بقلب البيوت. وبنعرف انه بتكون ريحه كثير قويه، خاصه يلي مش معود على ريحه الحيوانات. الاداره ايفي عندها قدره انه تمتص هالروائح هيدي وكل مسبباتها من خلال الوراق تبولها، بالاضافه كمان لانها بتسحب الفورمالديهايد والبنزين يلي بيوصوا كثير انه الاداره ايفي او العربيشه تكون موجوده بالمكان كاتب، خاصة لأنه بتمتص البنزين، والبنزين بيجينا من الحبر، من الورق، من كل شيء، الكاوتشوك، الفينيل، كل هالقصص هيدي اللي بتبقى موجودة كتير بالمكاتب. تالت نبتة رح نشوفها هي الكاميدورا أو نوع من النباتات يلي هي بتشبه النخيل، الفو بالميه. وكمان هالنبتة عندها قدرة انه تمتص اكثر شيء الفورمالديهايد والبنزين مثل الإدارة كمان.
ورابع نبته رح نحكي عنها وهدي اللي اكثر شيء محمسه انه نحكي عنها هي السباتيفيليوم، لانه السباتيفيليوم كثير موجوده بالبيوت عندنا وكثير بنحبها لانه عندها هالزهور الحلوين اللي البيض اللي بيظهروا بين وقت وثاني، وهي من اسهل انواع النباتات انه واحد يهتم فيها. كثير هينه، عشرت بس انه نعطيها كميه المي اللي هي بحاجه لها، حتى شمس ما بدها بتقدر انه تعيش بمحل في، فاذا هي مثاليه لحتى تقدر تعيش داخل بيوتنا. والسباتيفينيوم اذا بتلاحظوا بس تشتريها من المشاتل حتى صار في ليبل بيكون موجود عليها، بيكون موجود وكاتبين عليه اير كليننج او اير بيوريفاينج بلانت، لانه صارت معتمده وصار هيدي البروموشن تبعولها او الدعايه تبعولها لحتى تبيع اكثر، وهي منها دعايه خاطئه، لانه بحسب دراسات النازا اثبتت انه هالنبته قادره انه تنظف كثير من ماده الاسيتون وكل شيء ناتج عن الغازات الطايره من كل شيء الكول موجود بالهواء، وكمان عندها قدره انه تمتص السبورز او الحبيبات يلي بتجي من العفونه اللي بتبقى موجوده داخل بيوتنا. في كثير ايام بيكون في شيء نوع من الفطريات يلي هي موجوده بالهواء وعندها البذور الصغيره تبعولها يلي هي السبورز بنسميها، السباتيفيليوم عندها قدره انه تمتصها وتخفف من كميه هالمواد او هالشوائب يلي موجوده بالهواء عندنا. جربيرا وحده من النباتات كمان يلي كثير معتمده لحتى تنظف الهواء، وهي من النباتات يلي بتعطيني ازهار حلوه كثير، رح نشوف صورتها كمان. الجربيرا يلي كثير بنشوفها كفلور كوبي او زهره مقصوصه بقلب الفاز، بس مش عم نحكي عن الزهرة بقدر ما عم نحكي عن نبتة ككل، لأنه مثل ما حكينا قبل شوي الأزهار لحالها ما بتقدر أنه تنظف الجو، لازم تكون نبتة عايشة وعم بيكون في عندها السايكل الكامل أو الدورة الكاملة بين كل أعضاء الأنسجة تبعولها كنبتة. منتقل كمان للدراسينا مارجيناتا أو نوع من الدراسينا يلي هي من النباتات يلي كتير منشوفها ببيوتنا بمكاتبنا بمداخل أماكن كبيرة، وهل نوع من الدراسينا بالتحديد هو من أكثر أنواع الدراسينا يلي عنده قدرة أنه يمتص عدد كبير كمان من المواد يلي ذكرناها قبل شوي، بالإضافة لنوع تاني يلي رح نشوفه بالصورة التالية وهو الدراسينا فراغرنس او الدراسينا يلي عندها اوراق كبيره. هون عم نشوف نوع ثالث من النباتات، نوع ثاني من النباتات يلي هو السانسيفيرا او يلي بنسميها لسان الحمى، وهيدي نبته حلوه كثير، حاليا هي من النباتات الترندي كثير كمان يلي ايه هيك اسمها يلي من النباتات اللي كثير ترندي جوزيف، ويلي يعني كمان هيدي بيقولوا زيت على زيتون عندها هالميزه هيدي انه بتقدر تنض، شفت ايام لسان الحمى بيكون مفيد فعندها قدره انه كمان تمتص كثير من هالملوثات. انتوريوم وهي نبته كثير بنشوفها وكثير بنحكي عنها بفقرتنا لانه من النباتات يلي كثير محبوبه كمان داخل البيوت مع زهرتها الحمراء، هلا بنشوفها كمان بالصور، وهي نبته منظفه للهواء بسرعه. كمان رح اذكر الكلوروفيتوم، هيدي الانتوريوم عم نشوفها، الكلوروفيتوم او يلي بنسميها السبايدر العنكبوت يلي هي بتكب البلانت تبعولها او النبتات الصغيره تبعولها شمال ويمين، وهي نبته قديمه مستجده. هلا اذا بنشوفها بنعرف عن شو بلا اكيد، بس بتتبع صوره بعد شوي لنشوف الكلوروفيتوم يلي هي من النباتات مثل ما قلت القديمه المستجده يلي هلا رجعت كثير تاخذ دور وكثير تكون موضه، لانه كثير هلا الترند هي بالخطوط والالوان يلي بتعطيها النباتات، وكمان الموضه اكثر انه ما يكون في عندك كثير مجموعه كبيره من النباتات، يكون عندك نوع واحد
فهون تلعب دور حلو لانه بتعطيك الوان كثير حتى عشان هيك اذا حطيناها يعني مفيده لانه يفوت الهواء انظف. مزبوط مزبوط 100%. واخيرا نبته الفجار يلي كمان من النباتات يلي من قديم وجايه موجوده ببيوتنا، وبالاضافه لالوانها الحلوه عندها هالكواليتي او هالزايد هيدا يلي هو تنظيف الجو. ثانك يو لك كندا، ان شاء الله دائما هيك نستفيد من هالاخبار الحلوه. صار فيكم تجيبوا هلا 10 شتلات جديد على بيوتكم تحطوها لتنقلوا، بس مش كلهم فرد اوضه. طبعا وزعوا. بريك بنرجع، خليكم معنا ورشه ملح واجنده مع زينب.